نتكلم أكتر عن معالم الأقصر الجميلة وطيبة القديمة مع دكتور خالد سعد الخبير الأثري. دكتور خالد صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا أستاذ. أهلا بحضرتك. لما نتكلم عن تاريخ طيبة القديمة في نقاط معدودة نقول إيه المشاهدين؟ طبعا احنا بنقول ان طيبة اهم مكان اثري في العالم بعد منطقة الاهرامات. طبعا اليونسكو لما جت تضع تصنيف لمنطقة طيبة لم تجد مكان مماثل مثل منطقة هضبة الهرم ومنطقة الاقصر لاعتبارهم منطقتين من مناطق التراث العالمي. وبالتالي احنا عندنا هنا فرصة ان احنا نستمتع بتراثنا بتاريخنا بكم مهول من المعلومات خاصة بالمقابر الملكية، بكم كبير جدا من المعلومات خاصة بالمقابر العمال في دير المدينة، بمعلومات عن فن النحت، لان معبد الرامسيوم في أكبر تمثال مصنع من البشر على وجه الأرض وزنه 1000 طن اللي هو نهار في عام 52. طبعا احنا عندنا وادي الملكات، ووادي الملكات بيضم كم كبير جدا من المقابر اللي لا تزال ألوانها زي هي حتى الآن. وادي الملوك اللي فيه كم كبير جدا من المقابر الملكية، منهم طبعا زي ما حضرتك تفضلت مقبرة توت عنخ آمون، عندنا تحتمس الثالث، عندنا رمسيس الثاني، عندنا رمسيس السادس، عندنا كتب الموتى وكتب العالم الآخر، ودي حاجات مهمة جدا كل العالم بيحاول يجي يتسابق لمشاهدة هذه المقابر، بالإضافة إلى معبدي الأقصر ومعبد الكرنك. دكتور خالد، يعني في بداية حديثي ركزت على فئة الطلاب من طلاب المدارس والجامعات، كخبير أثري إيه عناصر الجذب اللي ممكن أوفرها علشان أجذب الفئة دي، فئة طلاب المدارس والجامعات المناطق الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية؟ والله هو أساليب الجذب كتيرة جدا. يعني حتى إحنا لما بنسافر برا بنجد ان بعض المقاصد السياحيه في دول زي اسبانيا مثلا بتعمل نشاط للفئه التعليميه اللي هي ما قبل الجامعيه، وبتعمل نشاط اخر للفئه التعليميه اللي هي الجامعيه. احنا بنحاول بقدر المستطاع ان يكون ده موجود في مصر، اللي هي الرحلات المدرسيه او الرحلات الجامعيه. لا، وكمان حاجات اضافيه، يعني بتعمل مراسم للطلبه داخل المناطق الاثريه، بتوزع له كراسة رسم وألوان، وبتدي له جايزة على اللي يقدر يستطيع ان هو يرسم أثر معين بشكل قريب من الحقيقة. بتعمل مسابقات خاصة بالمعلومات، ان يجي مثلا مفتش الأثار يختار مجموعة من الطلبة ويسألهم مجموعة من الأسئلة خاصة بالموقع الأثري اللي هم واقفين فيه، وفي حال ان بعض الطلبة يجاوبوا إجابات صحيحة بيقوم هذا المفتش بإعطائهم نوع من أنواع الهدايا الخاصة بالمستنسخات وخلافه. الحاجات دي بتبقى جاذبة. فكرة التحفيز. فكرة التحفيز. بالإضافة إلى إن إحنا كمان بنناشد وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي لزيادة المنهج الدراسي الخاص بالتاريخ المصري القديم، لأن ما يوضع في المناهج الدراسية لحد كبير مختزل عما هو موجود في الحقيقة. بالإضافة إلى حاجة تانية، إن لازم يبقى عندي نوع من أنواع التشويق في عرض المعلومة الأثرية أو في عرض المعلومة التاريخية، بالإضافة إلى إن لازم يبقى عندي مواكبة للتكنولوجيا الحديثة. لازم أوجد للطالب ما قبل الجامعي وما بعد الجامعي وسائل من وسائل الحصول على المعلومة والصورة، أفكار في منتهى الجمال، ونتمنى أن يتم العمل بها أو التفكير فيها. من دكتور خالد سعد الخبير الأثري، أنا بجدد الشكر لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح. شكرا جدا. فكرة في منتهى الجمال.